بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن شاء الله هنتكلم في مثال بسيط كده على موضوع الراوتر. هنيجي هنا بشكل بسيط نعمل تاسك فلو. مش محتاج فيه فريجمنت خالص، وهقول له هنا أوكي. أسحب هنا view، الفيديو هيكون فيه الانتري، وهيبقى في عندي هنا برضه 2 فيو تانيين، واحد خاص بالديبارتمنت والتاني خاص بالإنجليز. ودعم هنختار هنا حاجة اسمها راوتر. راوتر ده بيعمل كونديشن، يعني بشوف انا عايز انافيجيت لايه بالظبط، عايز انافيجيت لدي ولا انافيجيت لدي، يعني بناء على كونديشن معين يا اما هيروح للدبت يا اما هيروح لل. هسحب هنا نافيجيشن كيس بشكل بسيط، من الراوتر سميتها كلمة بص، سميتها أي حاجة. هعمل نافيجيشن كيس اسمها بيوم، ونافيجيشن كيس تاني اسمها فيديو. انا عايز اعمل ايه؟ انا هعمل هنا انتري في الفي 1. الفي 1 ده هيكون فيه انبوت تكست، الاول انبوت فيلد. الانبوت فيلد ده لو دخل فيه كلمة ديت هيروح للديبارتمنت، لو دخل فيه امب هيروح يشوف بيانات الانبوت. هنمبلمنت المثال ده مع بعض دلوقتي. حاجة هنا هقوله فيديو تعالى هات لي واحد تاني، مفيش مشكلة. بيسري انا هعمل حاجه بسيطه، يعني كل اللي انا هعمله هفتح الفيو ده واحط فيه انبوت تكست، واحط بوتوم، والبوتوم ده الاكشن بتاعه هيروح للبوس. وبعد كده هامبلمنت التلات شاشات دول، الفيو 2 دي هحط فيها اوتبوت تكست او هسيبها حتى فاضيه، او احط فيها اي حاجه كده بسيطه، تمام، على اساس ان هو ولا دخل ديبت ولا دخل ام بدخل اي انتري تانية، فهيروح للفيو ده. لو دخل دلتا هيروح لده، لو دخل امب هيروح لده. فطبعا عشان وقته ما يبقاش كبير هوقف ريد اوريدي زي ما احنا شايفين. ده طبعا التاسك فلو، انا خلاص عملت الامبلمنت بتاع الشاشات. هنا المفترض ان هيتحط انتري معينة، لو حط ديبارتمنت هيروح للديبارتمنت اللي هو اللي يوريني الشكل اللي موجود قدامنا ده، اللي هو
بيانات الأقسام، هنا بيانات الموظفين، هنا في أوبجكت فاضي فيه بوتوم بس كده وخلاص، يعني حاجة ملهاش أي تأثير. طيب تعالى كده أنا هقفل الشاشات دي خلاص، كده عملت لها implementation مش محتاجها. طيب هاجي هنا هقول له والله وانا واقف على الراوتر بيقول لي ديفولت اوتكم، يعني لو ما كتبش اي حاجه وبعيد عن اي كونديشن وبعيد عن اي حاجه يروح ل B3. طيب هنعمل كيسز بقى. طب ايه الكيسز دي؟ انا عايز اقول له لو اتحط في الانبوت تكست دي او في الانبوت تكست ده اتحط ديبارتمنت هتروح لديبارتمنت، الأوتكم بتاعك يبقى بي 1، لو اتحط انجليزي يبقى بي 2. طب أعمل الكلام ده إزاي؟ هنيجي هنا هدخل دي جوه بينا عشان تقرا ال value بتاعتها. طب عشان أدخلها جوه بينا هجيبها منين؟ بيقول لي هنا بتيجي على ال advanced عندنا حاجة اسمها binding، ونقول له هنا edit. طيب edit هعمل ايه؟ بيقول لي انا مش شايف مين. طب هقول له يا ريت تعمل مين، مين دي اسمها ايه؟ اسمها اي حاجة binding. طيب الخلاص نيم اسمه ايه؟ اسمه ماي بي، نفس الاسم بس نيم يكون فانجنتال. على مستوى ايه؟ هقوله على مستوى الباكينج بين، او على مستوى البيج فلو، يبقى دي على مستوى البيج فلو بالكامل. الباكينج بين يبقى على مستوى الباكينج بين دي بس، يعني السكوب بتاعه داخل الصفحة اللي موجودة دي. ريكوست يبقى على مستوى ريكوست وريسبونس، تمام. ابلكيشن الكلام ده طبعا احنا اتكلمنا فيه قبل كده، فانت براحتك عايز تخليه على مستوى الفيديو فلو خليه، عايز تخليه على مستوى الباكينج بين خليه، انا هخليه على مستوى الباكينج بين، انا مش محتاج اكتر من كده وهقول اوكي. طيب هدخل هنا بروبرتي اسميها C1 بالنسبة للانبوت تكست. خلاص انا كده ما كانش في بين كريتها، بس هحط بروبرتي عشان اقدر البروبرتي دي من البين، تمام. هتسميها ايه؟ هتسميها C1. يبقى انا بعبر عن الانبوت تكست ده بكلمة C1، قلت له اوكي. اوكي هنلاقي طبعا ان دلوقتي اصبح بقى في بين اهي، البين دي بقى موجود فيها الانبوت تكست ده الريتش تكست اسمه C1، ومعمول له ستر ومعمول له كتر. هنيجي هنا للراوتر بقى نفسه، هقول له والله الشرط بتاعي عشان تروح ل B1 هو ده الكونديشن، ال outcome هيكون B1 بناء على ايه؟ هاجي هنا بناء على expression PL. هقول له هنا EDF. هاجي هنا على manage bin، هقول له packing bin scope، ده السكوب اللي انا عامله. طبعا لو كنت مخليه application scope، لو كنت مخليه request scope، لو كنت مخليه ايا كان السكوب بتاعي، هقول له هنا packing bean scope عشان الاقي البين اللي اسمها my bean فيها property اسمها C1. هفتح C1 دي، طبعا الحاجة اللي انا بختارها بتتكتب فوق على طول. هفتح C1 دي واختار حاجة اسمها value، يعني شوف لي value بتاعت C1. هنزل تحت كده شوية لحد ما الاقي كلمة ايه value.
ليبل، لا مش عايز ليبل، انا عايز اقول بلي. طبعا هيحصل دوبليكيشن، اخد الكلام ده كده كوبي كنترول سي، هقول له لو الكلام ده ايكوال ايكوال string that، لو اتحط كلمة ديب هيروح لل department كده كله بالمرة Ctrl C وأقول OK، وهعمل expression تاني. expression التاني ده هيروح لإيه؟ لل B2 بناء على إيه؟ بناء على expression builder. ال expression builder بتاعك هو هو بس هغير، لو اتحط هنا كلمة M هيروح إلى ال B2 وأقول له أوكي سيف، وهنرن الفيو ده انا عملت بس unbound task flow على اساس هبدا من structure application، فاضغط على البوتوم ده هيوديني للباوند، ضغطت على البوتوم هينافيجيت دلوقتي على الباوند الباوند task flow. تعالى هنا ندخل كلمة دوت ونضغط على البوتوم اللي هيوديني على الراوتر، مفترض دلوقتي لو الابلكيشن بتاعي مفيهوش مشاكل مفترض دلوقتي ان هو النافيجيشن يوديني على الديبارتمنت، فعلا يوديني على الديبارتمنت زي ما احنا شايفين. طب تعالى نعمل باك واكتب لي هنا كلمة ام ودوس على البوتوم، مفترض ان انا اروح على الام، فعلا يوديني على الام. اكتب اي حاجة غير، يعني تعالى كده اكتب لي اي حاجه غريبه، اي حاجه كده تهريج، يعني المفروض ان هو يروح دلوقتي للديفولت اللي هو الشاشه اللي فيها بوتون اللي موجود قدامنا زي ما احنا شايفين. ده فكره الراوتر يا جماعه بشكل بسيط، الراوتر بيديك ان انت تعمل بناء على كونديشن معين هتروح فين، يعني زي ما احنا شفنا كده عملنا حاجة ديفولت وعملنا الشكل اللي احنا شفناه اللي هو V1 و V2 بناء على الانتري اللي هتكون موجودة، واستخدمنا طبعا حتة البيم في الموضوع ده. طبعا احنا ان شاء الله يعني دي مقدمة بسيطة قوي 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 على الموضوع البيم، هنرجع لها تاني وهندرسها بشكل كويس جدا وهنفهم يعني ايه البيم ودورها الكبير جدا معانا في الشغل ان شاء الله. وحتى الراوتر نفسه ان شاء الله هنيجي لما نيجي نتكلم على باسنج بارامتر هنتكلم على الراوتر تاني بس بشكل مختلف، يعني هو نفس موضوع الراوتر بس بقى ازاي تقدر تستقبل بارامتر موجودة وتستقبل البارامتر دي وتوجهها ازاي وهكذا. السلام عليكم.